السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم محبي مسلسل كاف وتفوف، إليكم ملخص الحلقة 26. ولكن قبل أن نبدأ بالفيديو، اشترك في القناة وفعل زر الجرس لكيصلك كل جديد. تبدأ الحلقة لما منشوه هي بتتخانق مع غالية بالمركز، وغالية بتقول لأمها أنه هي مزعوجي لأنه ما خطبها مبارك لحية، وبتنصدم. بعدين هيا بتندم لأنها تركت سليمة، وبتروح لعند سليمة وبتقول لأنها ندماني عالشي الصار، وبتطلب منها أنه ترجع تعيش معها بالبيت، بس سليمة بترفض. بس بعدها هيا بتعيش مع سليمة. بعدها حمود بيعرف أنه دانا عم تشتغل منشان يشوف رفيق عصام أنها مبسوطة ومرتاحة. بعدين بتخبر غالية مبارك انها وافقت تتزوج، وتكون مبارك بيكون مبارك عم يخطط ليترك غالية بعد ما يتزوجها اذا ما ارتاح معه. بعدها بتسافر سميرة مشان تتطلق من زوجها. بعدها بنشوف دانا بتوعد هي انها تمنع زواج غالية مبارك. بعدين مبارك بيطلق مرته لأنها عارضت جوازته من غالية، بس مرته بتكون بتعرف بكل أفعاله، وبتكون عم تخطط أنها تأذي، وبتروح لعند سنين ومخططة تخبر بكل شيء. بعدها منشوف نجتة عم تجهز حالة للمقابلة مع سليمة على التلفزيون، وسليمة بتجهز حالة للمقابلة.